وقت الصيف ديما كيكون هذا المشكل، ديما كيكون هذا المشكل وقت الصيف كتكون الشتاء بزاف وكتكون الطرقات مقطعين بزاف وما كيدخل حد. تقريبا فاش كيدخلوا الناس من جوج الليل وحنا هنا، من جوج الليل وحنا هنا كنتسناو ما جا حد، من جوج الليل حتى دابا حتى السبعة، دابا راه من جوج الليل حتى السبعة حنا هنايا وما جا حد. دابا كاينين الناس هنا لتحت، صحاب المخازنيه كاينين لتحت هنا وصحاب المومبيه، ولكن دابا هنا ما جا حد، كنتسناو حتى كيقطع الواد عاد ندوزو. لا دائما كيكون في الصيف، غير في الصيف كيكون دائما في الصيف. ابراهيم سائق حافله وتندير الدار بدا يغرم، الطوارئ بحال هكا تلقاو حابسين تترخ في الطريق تتحل وتمشيو. دابا حنا شحال تقدر تقوس من ساعه وانتم واقفين؟ وعلى حسب، على حسب، الى حبسات هي هذيك ما حبسات تقدر تبقى جوج سوايع ثلاثه سوايع اربعه سوايع، كان بعد ما تبقى بحال الاول الباحه بقينا من الخمسة حتى ديك الثمانية د العشية. والسلامة يلاه هي كانت. ما كاينش شي ناس ديال الوقاية ولا الأمن هنا؟ هاد الساعة ما كاين حتى حاجة. الجندارم تيكونوا بعد الخطرات صافي. إيه هاد الساعة ما كاين والو، وما عندناش كاع الأخبار. تنجيو تلقاو الواد بحال هكاك تنبقاو حابسين. وهاد الشيء راه تنعانيو منه سنين. سنين وحنا تنعانيو بحال هاد الشيء. مع الفجر تقريبا، صلينا الفجر هنا في الدوار. صافي جينا هنا لقينا الواد دايس، ولكن راه نقص دابا مابقاش الماء بزاف. كان الواد ديك الساعة عامر شوية، دابا مزيان. ولكن صعيب بنادم يدوز، واخا كاع عامر دابا صعيب يدوز، كنقص. لا من جينا حنا الصباح هنا ما كاين لا سلطة لا والو. ولكن راه مع الفجر داكشي مع 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 الخمسة د الصباح. كاين لا سلطة لا والو هنا، كاين غير المواطنين. لقينا الطوموبيلات اللي ورايا هنا لقيت قدامي، يعني كاين الناس اللي غير قدامي. وجيت انا صافي. لا انا اول مره كنتحط في هذا الموقف، هذا ماشي رسمي في الطريق، اول مره كنتحط في هذا الموقف ما عرفتش. انا سيدي من جوج ونص الليل وانا هنايا، عندها كان واحد الغرض تما في جهه طاطا، جينا حتى لهنا حنا حصلنا ما كان حتى اللي سوال ما كان واش الناس دايزين وما دايزين، وحتى الناس دابا عندنا بناخذوا من الاغراض تما في الاداره ما غاديش يتقبل منك هذا، تقول لهم كاين الويدان وكاين الطريق مقطوعه وكاين واش ديما كيحصل هنا. قالوا لي في هذه المناطق دائما، انا ما كندوش هنا، قال لي كيعاودوا لي عليه ديما هذا الشيء كيكون هنا في هذه الطريق هذه اللي لقيتها في الصيف ولا كلشي، ما الطريق تكون مقطوعه هنا بان الويدان. بقاو هنا صافي باقيين، وكاين واحد اخر في اللور، الا تزاد الاخر من اللور حنا باقيين في الوسط، ما لقينا لا نرجعوا لتا رودان ولا نزيدوا لقدام اللي غرموا لطاطا. يجيبونا شي حل ولا يديروا شي قناطر لهذا الاخير، هذا الشيء راه ديما كل سنه كيتكرر هذا الاخير، هذا كل سنه كل عام كيتكرر. حن عليا الله شي تبغي تقضي واحد الغرض هنا في هذه البلاد هذه اللي ما عمرني شفتها من شحال هذه شحال من عام. واخويا حنا جينا انت كتشوف هاد الحادثه هادي اللي طات لينا دابا، ان ديال القناطر ما كاينينش والناس توفات دابا شي 3 ايام هنايا، وما كاينش كاع اللي شاف فينا، فينا هما المسؤولين هادو، فينا هما الناس اللي مكلفين بهاد التجهيز الطرقي وهاد لا حول ولا قوه الا بالله. ومن هاد المنبر كنقولوا لهاد الناس اللي توفوا اليوم وليداتهم الله يرزقهم الصبر، والله الله يلطف بينا، الله يلطف بينا، ما هادشي الرحمه ديال الله مرحبا بها، والله يعطيها لنا على قد النفع. اخويا واش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله، حنا راه مكرفسين، كاين اللي من جوج كاين اللي من ثلاثه، راه الكرام محبوسين هنا، راه محبوسين من الجهه الاخرى، وحنا دابا غندوزو هاد القنطره هادي وعلم الله واش غندوزو قنطره اخرى ولا ما غندوزوهاش. وكاين اللي دابا راه باغي عنده مصلحه ديالو، راه ما قداش راه راجع بحالاتو، والله ياخذ في الحق اللي كان السبب في هاد البلاد هادي. هاد البلاد هادي راه دمروها هاد الناس هادو، راه ما كاينش اللي كضربوا النفس على هاد الاقليم هذا. ديروا معنا شي حل صاحبي، صوبوا لنا قنيطرات صاحبي، من العام لعام كنجيو ما كنلقاو والو. هذا الشيء اللي هربنا في البلاد، انا راه عندي دابا شي 24 عام ما جيتش لبلادي، على قبل الطرقان ديالها مكرفسين. برك عندي هنا، عندي هنا، عندي هنا ديما عندي هنا، ها شويه لا شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.